المستريحة ريف حماة، قيام عصابات الأسد بحرق هذا المنزل بعد سرقة ونهب ما بداخله. الله أكبر عليك يا بشار، ما ذنب هؤلاء الأطفال؟ الله يومك يا بشار أسد، حرقت من الكتب. كيف من الكتب؟ كيف أنا قدم الجحام؟ يا عرب ساعدونا، حرقونا بيوتنا، أغيثونا، وين بدنا نعيش وين بدنا نسكن؟ هاي عصابات الأسد حرقت لنا بيوتنا، الله لا يوفقكم. هذا ما تبقى من المنزل وما تبقى بداخله، والفاجعة بأنه هذا ما تبقى من المصحف الشريف، الكتاب الله عز وجل الذي أنزله على عباده. هذا ما تبقى من المصحف الشريف يا عرب رماد. متى ستغضبون؟ متى ستغضبون؟ قد انتهكت الديانات ولم تغضبوا.